مرحبا أصدقاء، في كل يوم تراودنا أسئلة وشكوك. الفضول لدى الإنسان ليس له حدود. نحن دائما مفتونون بالمستقبل، ما الذي سيحدث خلال 20 سنة المقبلة؟ هل سنصل بالصدفة إلى المريخ؟ جميع المدن الساحلية في العالم سيتم غزوهم بالماء؟ في هذا الفيديو سوف نقوم بعرض 3 أحداث لا تصدق وهي موجودة منذ 4 سنوات. في المرتبة الأولى، الاحتباس الحراري، وهو موضوع مثير في كل الأخبار التلفزيونية من جميع أنحاء العالم، وكل يوم تظهر بيانات جديدة بعواقب مخيفة. ها نحن ذاهبون، نحن نشعر بهذه الظاهرة على جلدنا، ويكفينا القول بأنه في 3 فبراير في مدينة تورينو تم الوصول إلى 27.3% درجة مئوية، والرقم القياسي الذي يجعلك حقا تشعر بالقشعريرة إذا كنت تعتقد حقا أننا لا نزال في الشتاء. بدلا من هذه توجد شلالات فيكتوريا، هذه الصورة لترى كيف كانت يوما ما. بمجرد العثور على شلالات فيكتوريا على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي، حتى الآن هم يجفون بسرعة الضوء. الوضع لا يطمئن أيضا في استراليا، حيث أباد اللهب ما يقرب من 1 مليار حيوان ودمر أكثر من 11 مليون كيلومتر من الغابات. الجليد بدلا من ذلك سوف يستمر في الذوبان. في نهاية هذا العقد، القطب الشمالي قد لا يكون لديه جليد خلال الصيف. ارتفاع الأنهار الجليدية يعني ارتفاع مستوى البحر مع عواقب درامية على المدن الساحلية الموجودة على الساحل. مخاوف أخرى مثيرة للقلق حول انقراض الحيوانات. وفقا للأبحاث، فإن كل 1 مليون من الملايين الجدد من أنواع الحيوانات الموجودة على وجه الأرض في طريقها إلى الانقراض. في المرتبة الثانية، هل ستبقى الصين البلد الأكثر سكاناً؟ خلال 7 سنوات لن تكون الصين البلد الأكثر اكتظاظاً بالعالم، وستفوز سياسات الاحتواء الديموغرافية، حيث أنها في العقود الماضية استمرت في إنتاج آثارها لدرجة أن عدد السكان قد انخفض. يبدو أن أحدهم تناول المسحوق الصيني، إنها الهند، وتم الإعلان عن التجاوز لعام 2027 أن سكان العالم سيستمرون بدلاً من ذلك في الزيادة، وسيكون هناك 2 ملياري شخص آخر في 30 عام القادمة، بدءاً من 7.7 مليارات الموجودة حالياً إلى 9.7 مليار في عام 2050، لكنها لن تتوقف عند هذا الحد، لأنه قريباً سنرى تجاوزاً آخر أكثر إثارة، حيث أن سكان النيجر سيصبحون أكثر من الموجودين في الأمم المتحدة، وبالتالي البلد الإفريقي ستصبح 3rd في الترتيب العالمي. في المرتبة 3، مستقبل الأمراض. في عالم يخطط للذهاب إلى المريخ، حيث توجد الروبوتات التي يمكنها إدارة المطاعم، والسيارات الآن تقود نفسها، ننتظر أن يكون الدواء على هذا المعدل. بالتأكيد قام المجال الطبي بالكثير من التقدم على مدى السنوات 100 الماضية، لكن العديد من الأمراض لا تزال بدون علاج إلى يومنا هذا. نحن نتحدث عن مرض الزهايمر، السكري، وبطبيعة الحال عن السرطان. بالتأكيد تم تطوير العديد من العلاجات لتكون قادرة على مكافحة هذا الحد، ولكن بالكاد يكون من المستحيل إبادة هذه الأمراض تماما، حيث أنها معقدة للغاية بالنسبة للباحثين للتخلص منها نهائيا. لكن العلم لا يستسلم أبدا، وسيستمر بالصعود في السنوات المقبلة، ومن يدري، ربما سيخترعون حبة سحرية يمكن أن تحل أي مشكلة صحية. سنرى.